مكملين معاكم في حلقة جديدة من برنامج استباحة، حلقة خاصة عن الصوصات. خلصنا صوص السمك وصوصات والدريسنجز بتاعة السلطة، وعملنا صوصات الباستا في أول فاصل، وللناس اللي متأخرة دي الحاجات اللي عملناها. شيف جايد عمل لنا فرنش دريسنج على السلطة، وعمل لنا صوص الشريمب ساوزن ايلاند على السلطة والايه الكوكتيل صوص ده اللي بيمشي مع الاسماك والجمبري. دلوقتي نرمين هتعمل لنا صوصات الفراخ او الدجاج. نرمين هتعمل لنا ايه النهارده؟ صوصات الفراخ هنعمل نوعين من الصوص سخنه، شوربه سخنه، عشان كده قلنا ما ندخلش رجاله المطبخ. هنعمل صوص البرتقال الحار، الله، يعني حاجه سبايسي كده. وهنعمل صوص تاني بالليمون والكابري برضو. الصوص البرتقال هيبقى عباره عن 3 معالق مربى برتقال، ومعلقه ونص صويا صوص، ومعلقه صوص حار، ومعلقه جنزبيل مفروم، ومعانا الشوربه هي اللي ايه هتعمل لنا الصوص. زنجبيل. نبدا الزنجبيل. هنبدا بال ايوه الصوص الاولاني. هنحط بقى كده دي سويت اند ساور يا نرمين ولا حاجه شبيه. عصيطه شبيه بس يعني المربى هي اللي هتديني البرتقال بتاعي الطعم. طاسه سخنه طبعا زي ما احنا شايفين، ده مش صوت المربى. وده معلقه ونص صويا صوص. هو احنا اول ما نقول صويا صوص يبقى حاجه ايه تشاينيز كده صح؟ ايجين. بالظبط. وهنحط معلقه من الحار. والله العظيم انا برنس، شفت انا برنس، حفظت الدنيا ماشيه ازاي. مش حفظت، حفظت الصوصات المقادير اللي انت قلتيها على طول. وهحط الجنزبيل. تمام. وهننزل بقى ايه بالشوربه. حلو، هننزل بالشوربه. دي شوربه الفراخ صح؟ يعني؟ شوربه فراخ بالظبط. انا هحط تقريبا 3 معالق شوربه فراخ، ويبقى كده ده مكونات الصوص الاولاني. وهنسيبه على النار الكابري. علشان لا الكابري ده الصوت الثاني. طيب هنسيبه على النار عشان يبقى اتقل. مفيش توابل يا نرمين او كده؟ لا، ما هو انا مكتفية بال صويا صوص والهوت صوص. والهوت صوص دوت بتاعي والجينجر، يعني طعم الجنزبيل لازم يبقى واضح عندي بالظبط كده اهو. وهسيبه بقى لغايه ما القوام يتخن معايا، كميه السائل هيقل للنص. تمام كده، بعد التخير هيربط مع بعضه، هيربط مع بعضه، والمربى كمان هتخليه يربط اكتر، يربط اكتر مع بعضه. يبقى ده الصوص الاولاني بتاع الفراخ. الصوص الثاني يا كريم، خلي بالك ما تمسكيش الطاسه، مش همسك. ما انت كل شويه اديني الارم كده انذار. انا عايز اقول حاجه على الجنزبيل بس، ان هو لما بتشتروه ريحته عامله زي الصابون. ليه؟ والله العظيم صابون، بس ما تتخضش، لانه هو مش المفروض، هو طعمه طاغي قوي، دوميننت قوي. مش المفروض ان هو يتحط منه كتير على الاكل، مش كده ولا ايه؟ عشان لا، هو عشان هيبقى حامي لازع، يعني لازع. يحرق كده شويه. يعني هو بس بيتحط منه نفحه. نفحه نشحه. ماشي. لو نفحه. طيب لو نفحه. هنعمل الصوص الثاني عباره عن شوربه الفراخ الاول. لا، الزبده دي في الاخر عشان تربط لي بقى وتدق الصوص. تمام. هنحط هنا شوربه فراخ. الله الله، شيف نرمين ولا سحر ولا شعوذه، خلاص الله، النور والكهرباء. لا، عشان الطاسه سخنه بالظبط. الطاسه دي بتدي تيست جامد جدا والله. اي كلام طبعا. شفت البخار؟ ايوه كله بيغلوش على الطاسه. ماشي، ادي كده اهو حاجه بسيطه بردك. ده من الحاجات اللي انا حاسبها لغايه ما القوام يتخن، وفي نفس الوقت السائل يقل. هو علشان سؤال يعني، علشان القوام يتخن محتاجين نسيب الحاجه على نار هاديه. بالظبط، عشان كده انا وطيت النار. كان دايما امي تقول لي ايه، تقول لي مش النار الهاديه، النار اللي هي يعني مش الدرجه بتاعه الهدوء اوطى حاجه في البوتاجاز، لا دي الدرجه اللي قبل ما تطفي، يعني اعكس الشعله. بالظبط، وخصوصا مع الرز. وخصوصا مع الرز. وخصوصا مع الرز. هنحط بقى كريم الليمون. هنحط معلقتين عصير ليمون. انا على فكره بحب اكيل علشان ايه يبقى واضح المعيار. مظبوط. ادي كده معلقه، وادي الثانيه. تمام. حلو موضوع ان انت بتكيري على طول يا نرمين، لانه عايز اقول برضو انه يعني من وجهه نظر مستهلك، ان انجح المطاعم اللي احنا بنروحها بقالنا سنه واثنين وعشرة، هي المطاعم اللي رحت فيها
سنة 2000 لقيت الطبق هو بيتقدم بالطريقة هو دي هو هو. بتروح بعد 10 سنين ليه؟ عشان في ريسيبي استاندرد في وصفة استاندرد ماشي عليه. طبعا طب انا هحط كمان هنا بقى الكابري بالظبط كده وهسيبه على النار يعني مفيش اسهل من كده صح؟ صح. طب هنا نرمين ايه اللي هيربط هنا بعد ما الزبده هتربط في الاخر لان احنا بس احنا هنستنى ان هو يتخن معايا او يقل بمعنى اصح السائل بتاع الشوربه دوت مع الليمون هننتظر ان هو يقل وبالتالي في الاخر هنحط معلقتين زبده صغيرين عشان هي اللي هتربطه. اقلب بقى كده يعني ايه تربط تجمد يعني تبقى تتخن تمسك المكونات كلها مع بعض دي قوام للصوص نفسه. كريم جاي النهارده من افغانستان من افغانستان بنعلمه اللغه. طب انت شايف ايه مثلا الصوصات اللي ممكن تاخد مع الفراخ تاني؟ في الصوصات بتنقسم لاربع حاجات. اوكي. في اللي هو البراون صوص، في الوايت صوص، في اليولو صوص اللي هو الاصفر. اوكي تمام. في ثلاث حاجات تاني اللي هو البارد والدافي والحار اللي هو السخن. السخن تمام يعني تمام. ليه اقسام كتير. تمام. اولا الصوص تبع الفراخ ده بيرجع للطباخ اللي واقف او الزبون اللي هو التيست اللي هو هيدوق. في زبون بيحب حاجات البراون صوص ده بيطلع مثلا من الديمي جلاس. تمام. الاحمر بيطلع من الطماطم. الابيض بيطلع من الكريمة. فحسب الزبون اللي طالب. ممكن انا ما بحب الفراخ بالصوص الاحمر. ممكن بس نوضح ايه الديمي جلاس؟ الديمي جلاس وشرحه يعني لا يعني شوية. بسيطا يعني ايه صوص الديمي جلاس؟ بسيطا ده باخد العظم بتاع الجزار اللي بيطلع من العظم البتيلو وبيتطحن بالهريز يعني لا لسه لا الاول لا بيتحرق الاول بيتحرق بقى بوكي جرنيه بصل خيار بصل جزر طماطم حط في الفرن في الاول بيقعد في الفرن لا يقل عن 8 ساعات ده صوص؟ لحد لا لسه ما وصلش لمرحله الصوص شويه ميه صغيرين كده لحد ما العظم يتحرق. بفتح الفرن وادي ريد واين خلي العنب احمر. بعد كده بقفل برده بيتعصق تاني. بعد كده بطلعه بصفيه باخد العصاره بتاعته ديت واسيبها تبرد. هو الشيف شيف جيد بس علشان هو شيف انترناشونال فدايما بيقول المقادير الصح اللي هي في الوصفات اللي جايه من بره بس طبعا في الفنادق وفي المطاعم وحتى في بيوتنا احنا بنستخدم البدائل بتاعه الخمور اللي هي خل العنب بيدي نفس القيمه خل التفاح زي ما ايناس قالت الفصل اللي فات بيدي نفس القيمه برده. طب احنا وصلنا لفين يا نبيل؟ انا وصلت ان الصوص بتاعي هنا خلاص قرب يربط مع نفسه خلاص كده وهنا فانا هطفي على ده تمام كده ده خلاص كده ده خلاص كده خلاص خلاص الصوص الثاني يا نرمين عجبني بتاع الفراخ ده يعني انا بعمله بس طبعا بشيل الشوربه للسمك السلمون يعني انت من نفس المكونات نفس الزبده والكابري والليمون يبقى السمك السلمون حلو قوي حلو صحيح بص كده وننزل عليه كده يمي يمي ادي الصوص الفراخ ده اول صوص عندنا شايف اللون شايف انت اللون هو هيدوق وهتحس بطعم الاورانج فيه انا زي ما قلت لك يا كريم قبل كده اللون بيفرق قوي في الحاجات في المطبخ بالذات لان العين بتاكل بالعين بتاكل طبعا قبل انا لو غميت عينيا انا هاكل لا يعني متهيألي يا شيف الاوتيلات اكتر صوص مشهور مع الفراخ الوايت صوص او البراون صوص او صوص المشروم صوص ليمون لكن في صوصات مثلا ممكن ما نحبش نخش فيها عشان الناس مش عارفاها في الصوصات اللي هي بتاخد التاراجون والاسبارجوس والشايفز والحاجات دي الحاجات دي مش موجوده كتير انا شخصيا زهقت من كتر ان انا بدخل مطعم اروح اكل حاجه يقول لي حضرتك اخيرا عندنا بيبر صوص وعندنا مشروم صوص وعندنا اسمه ايه السويت اند ساور السويت اند ساور ده اللي كل الناس عارفاه مفيش حد عارف حاجه ثانيه صح نرمين بقى النهارده وايناس وشيف جيد هيدونا طبعا مش في ماليش اي انبوت في الحلقه دي غير ان انا باكل يعني بس هو كان يا جماعه ده بيبقى زعلان قوي في اي حلقه ما فيهاش اطباق مفيش طبيخ بمعنى صح بيبقى متضايق ليه عامل مجهود قاعد يقلب في اللحمه لما هراح انا راضي شفتك يعني تصوري ان هم عايزين يعملوا حلقه قال ايه عن النحت
هتنحت ايه؟ مش عارف انا هاكل ايه؟ مش عارف هنحت ايه؟ نحت على الفواكه والنحت على انا عايزين راي الضيوف الحلوين معانا في بيشهي من قبل ما تتاكل. شوف الصوص التاني جاهز بقى كده صح؟ اه كده بس هنزود بقى الزبده. ممكن اطلعها زود بقى معلقتين الزبده بعد ما نطفي النار هنحط معلقتين زبده صغيرين او معلقه كبيره. هو ده الربط بقى يا كريم. هو ده الربط اللي هيحصل. شفت بقى؟ بص بقى بس المهم تقلبه كده عشان الزبده تدوب بالكامل. ناخد معلقه خشب عشان الصوت. يا ريت. قلب بقى كريم. يا كريم الست اللي ما تعملش صوت في الحلقه كده وتخبط في الاخر ما يبقاش مزاجك في الطبيعي. شيف جيد عايزك تقول لنا رايك في ال وإيناس. انا لا انا رسمه على الطبق الثاني بصراحه. رسمه دي قاعده بتخطط. في بلان معين كده. الناس الهواري. انا بحاول وقتك معانا قرب سلاح معايا. انا قلقانه من كل شويه اروح اعمل كده مطلعها. تمام حلو قوي. حطه بقى كده. انزل بيه. انزل بيه. واصفي الكابري ولا الكابري؟ لا 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 الكابري لازم. لا ما تصفيش انت تسيبه كده عشان الكابري لازم يبقى باين. ايوه انت قلقان تنزل الكابري. انا راجل مش في المطبخ. هو عايز يدخن حاجه زياده. لا بس حلو. لا تخين كويس اهو. بص بس ايه يعني لازم شكل تقديمه الطبق تبقى لطيفه. خلاص انت ما تنزلش بقى بصوص. انا هنزل بيك بالكامل. وده الصوص الثاني. هو كان محتاج ان هو بس ايه يستنى شويه عشان يربط. ايناس قولوا لنا اخبار الصوصات اللي انتوا بتدوها ايه. هو الشيف السكوت علامه الرضا. طبعا الشيف كل وخد حتتين ورا بعض واحنا مش واخدين بالنا اصلا. الصوص الشيف جميل بجد. شوف معاك حاجه تانية تطلعها لي من هنا عشان اقطع. دي معاك شوكه. معايا شوكه بس هو عمال يطلع من. بصي انت عندك ايه جوه في جراب الحاوي؟ خلي بالك ايه قلقانه والله من الطلعه. يروح طالع ايه ده يا شيف؟ ده حاجه اسمها زوستر بتشكل بيها اللي هو قطعنا بيها الخيار ده اللي هو الشكل ده. تمام خلص السكينه وانا كل وركه. طب ما تدوق كده وتقولوا لنا ايه رايكم. الطبق الثاني او الصوص الثاني. لا هو شكله من قبل ما ندوق بصراحه انا عاشقه للليمون والكابري. الليمون والحاجات دي. هو واضح ان السلمون كان بالكابري كان حاجه جامده جدا. هاي ناس بجد جامد. هات لك الصوص. مالكش ولا حته فيه كده. مش كده كده. ونكمل استباحه الصوصات بعد ما عملنا في الفاصل دوت الصوصات بالفراخ. نكمل بقى حاجه جامده اكتر كمان في الفاصل الاخير مع الشيف جيد. استنونا صباحه صوصات مكمله معاكم بعد الفاصل.